السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ مريم العالمي. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم كيك العيد لعشاق الحامض. كيجي خفيف وهش ومع صلصة رائعة. كنحتاجو لهذا الكيك، هذا كنحتاجو ليه 4 البيضات، كأس ديال العنبة ديال السكر سنيدة او السكر حبيبات، هنا عابرة بكأس ديال العنبة، هنايا كأس ديال الزيت ديال العنبة كذلك، هنايا عندنا عصير حامضة، قبصة ملح، قشرة ليمونة حامضة محكوكة، وعندنا معلقة ديال الكوك كيما كتشوفوا، معلقة عامرة ديال الكوك. اللي ما بغاش الكوك ممكن له يستغنى عليه، ماشي مشكل. هنايا انا عندي دقيق حسب الخليط، وعندي هنايا 2 اكياس ديال بيكنج باودر او خميرة الحلويات، وعندي كيس من الفانيلا. نبداو بسم الله. هنا فيه البيض، سكر سنيدة، كنبغي نقول لكم عواشركم مبروكة، دخل علينا وعليكم الصحة والسلامة وكل ما كتمناو إن شاء الله. هنايا غادي ناخد فاني، وغادي نضربو طراب، ضربنا السكر مع البيض، غادي نزيدو الزيت، قبصة ملح، نعاودو نضربو، نزيد هنايا عصير حامضة. أنا من عشاق القهوة، عفوا من عشاق الحامض، فين هي القهوة؟ أنا من عشاق الحامض، اللي بحالي كتب لي في كومونتيغ باش نتوما بحالي ولا لا. هنايا غادي نضربو، طربت مزيان هاد العناصر هادو، غادي نزيد الكوك، نخلط الطرب اليدوي. كيف قلت لكم اللي ما بغاش الكوك كله ما يديروش، الكوك كيجي زوين صافا. الكيك هنايا انا غادي ندير خير، نحطو مزيان. قلت ليكم دقيق على حجم ديال البيض، غادي نستمر نكمل من الدقيق وكذلك الخمارة اللي بقات عندي، نعود نرجع لكم ان شاء الله. الخليط نديرو في مول، كتشوفو دائما يدينا مرفوعة للفوق، مول متقوب ولا اي مول كتفضلوا لكم توضعوا. بعد ما وضع الخليط ديالي في المول، ندخلو الفران يكون بارد، نشعلو عليه العافيه نهيله من التحت حتى يطلع لينا الكيك ديالنا يطلع مزيان. من بعد ما تدوز نص ساعه عاد باش نحلو على الكيك يطلع لينا مزيان، نشعلو عليه النار من الفوق، النار نهيله كذلك، تحمر لنا من الفوق ونخرجوه، ونتلاقاو مع تتمات الوصفة إن شاء الله. طاب الكيك كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي طالع وهشيش. هنايا بالنسبة للصوص، أنا خديت هنايا نص كاس ديال الحليب بارد ديال العنبة، ونص كاس ديال السكر سنيدة ديال العنبة كذلك، خديت 2 معالق كبار ديال العصير الحامض، وهنايا الراس ديال معلقة صغيرة ديال النشا. كتشوفو غادي نردو فوق البوطة يعقد لينا. ما غلات لينا هاد لاصوص، هادي شدات شويه في راسها، غادي ندوزو دابا باش نسقيو الكيك ديالنا. الكيك يكون بارد، صافي. انا غادي نستمر هنايا نسقي الكيك، والتزيين كيبقى اختيار ديالكم، اي حاجه ممكن لكم تزينوا بها من الفوق،
ونتلقى مع الشك النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك بالحامض، كيجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. انا هنايا زينته بواحد شويه ديال الكوك، التزيين كيبقى اختياري كيف كنقول دائما. نتمنى انكم تجربوه ان شاء الله. الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء مع وصفه قادمه ان شاء الله.